النساء كيتكلموا على هذه القضيه ديال التجميل وعلى الوجه خصهم يديروا ليه كريم، التجميل من الداخل ماشي من برا. يعني واخا دير كريم هاد السيده، واخا دير اكران سولير، واخا دير، الا كانت الدوره الدمويه ديالها ناقصه، الدم ما كيوصلش للوجه، واخا تشري لي كريم بجوج المليون، واخا تشريهم من حد الدنيا، العيالات يشدوا فلوس مع الدم وما يبقاوش يتهوروا في هذه المسائل. وهاد القضيه اللي كنشوف انا بعض المرات النساء في الكف الشوارع دايزين، كيبان لي داك الليكرون في وجه ابيض هكاك، يعني على حيت ما كيشوفوش الجهه ديال الودن، ما يضيعوش فلوسهم، هذيك الفلوس ديال هذوك لي كريم وليكرون يشريوهم فواكه ويحيدوا المواد الصناعيه واللحوم، لان الوجه ما كيدورش فيه الدم مزيان. خاص على الاقل المراه تكون هازه واحد المنديل وتكون قريعه الماء، مره مره تدوز الماء على وجهها، احسن من لاكريم، مره مره تدوز الماء على وجهها، يكون تياد ولا بارد ولا ماشي مشكل، غير تدوز الماء على وجهها مرات في اليوم باش تحيد هذيك الاملاح على وجهها، ثم تلتزم بالنظام النباتي ويكثروا الفواكه باش الشكل ديال المراه يكون جميل، والحزام ديالها ما يكونش فيه شحوم، والمبيض ما يكونش فيه مشحوم، وما تكونش متوتره، والوجه ديالها ما يكونش شاحب.